احتشد الالاف من قبائل مطروح من ابناء البادية، جاءوا من جميع قرى ونجوع محافظة مطروح، من السلوم وسيدي براني والنجيلة والعالمين والحمام والضبعة وراس الحكمة وسيوة، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية كبيرة ضخمة وسط المدينة في قلب العاصمة في مدينة مرسى مطروح، وتحديدا في شارع الإسكندرية، معربين عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة والانتخابات الرئاسية. كما نشاهد معا الآلاف يتجمعون الآن في شارع الإسكندرية، يحملون أعلام مصر ويرفعون اللافتات في حب الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار معاك يا ريس احنا معاك كمل المشوار. وفي احتفالية كبيرة يشهدها عمد ومشايخ وقبائل وعواقل وشباب محافظة مطروح على المسرح القائم أمام ديوان عام محافظة مطروح بالأغاني الوطنية والأناشيد، بوجود شعراء من مطروح ومطربين كالفنان أحمد شيبة والذي تفاعل معه الجمهور في أغاني وطنية تعبر عن الحدث الوطني الكبير والانتخابات الرئاسية واحتفالات مرسى مطروح باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة. في وسط أكبر ميادينها نشاهد معا الآن الآلاف يتجمعون ويتظاهرون في حب مصر من أجل التنمية، من أجل الرخاء، من أجل مستقبل أفضل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع جميع أجهزة الدولة خلال الفترة المقبلة. هكذا سمعنا عمد ومشايخ وقبائل يتحدثون عن قبائل مطروح وتأييدهم للرئيس خلال الانتخابات المقبلة. أعزائي متابعينا، كنا معا على شاشة تلفزيون الوطن، تابعونا في تغطية مستمرة لهذه الاحتفالات من جميع محافظات مصر. كنا معكم من مدينة مرسى مطروح، تحياتي محمد مشات، وانتظرونا في لايفات أخرى نتابع معكم. تحياتي.